مساء الخير. اليوم بسوي فطيرة بطاطس طريقة سهلة. مكوناتها عندي هنا بطاطس بشرتها بالشكل هذا، أخذت بطاطس حلوة وبطاطس عادية تبشرينها بالشكل هذا. عندي هنا فلفل ملون وبصل، عندي هنا لحم مفروم، بهارات مشكلة، وراح أضيف بيض وجبن. بس نتبع الخطوات أول بأول. أول شيء بطقطق اللحمة هذه، بشوحها على النار وأضيف عليها الخضار هاي. الحين بعد ما فككت اللحمة وشوحتها، شايفين لازم نفككها كذا عشان تصير ناعمة، ما أبغاها تكتلات فيها. راح أضيف البهارات، بهارات وملح، بعدين راح اضيف البصل والفلفل، فلفل ملون. اذا تحبي تضيفي فلفل حار اختياري. المهم اتركها لين تذبل الخضار، اذا ذبلت الخضار خلاص اطفي عنها. البطاطس طبعا غسلتها ونشفتها، او صفيتها مو نشفتها بس صفيتها. راح اضيف عليها 3 حبات بيض، أضيف ملعقة نشا كبيرة، وبهارات وشوية ملح، واخلطهم مع بعض. نسيت أقول لكم أضيف شوية جبن، نضيف مع البطاطس شوية جبن، شايفين جبن مبشور. راح اخلطهم مع بعض، ادمجهم كلهم مع بعض. ادمجهم وارجع لكم. اللي ما يحب طعم البيض ممكن تبشرين شويه بشر ليمون، تحطين شويه هنا، شايفين بس الاصفر اللي فوق، ما نوصل للابيض عشان ما يطلع مر. أضيف شوية بقدونس، ممكن تضيفين كزبرة عادي. خلاص كده امتزجت مع بعض. الحين أسويها كلها على النار، ما راح أسويها في الفرن. عندي هنا الصاج، حطيت عليه شوية زيت زيتون، راح اخذ شويه من البطاطس. اسوي طبقه خفيفه طبعا، ما اخليها سميكه. اسويها كلها كذا النار تكون متوسطه، النار ما تكون عاليه مره عشان تستوي البطاطس. لازم تكون كلها متساوية. كده بالشكل هذا. شوفوا لازم يتحرك معاكم كده، لأن لو ما تحرك كده ما راح يقلب معاكم. الحين بقلبه بالغطاء بالشكل هذا، بالغطاء كده.
وارجعه مره ثانيه، ارجعها على الوجه الثاني. شايفين لازم ترجعونه بشويش، لازم تدمر من جهتين. انا بسوي قرصين زي كذا واحط فيها الحشوه. الحين خلاص احطه في الصحن، شوفوا ينزل لي بسهوله، شايفين؟ واسوي واحد ثاني زيه هنا، بس لازم اضيف شويه زيت. نفس الطريقه، الحين ارجعه اخليه يحمر من الجهة الثانية بالشكل هذا، وهو يحمر راح احط اللحمة مفرومة. قبل ما احط اللحمة احط شوية من الجبن، اي جبن عندك، احط شوية جبن واحط من اللحمة. لازم النار تكون وافية مرة. وزع اللحمة كذا، واضيف برضو جبن عشان يتماسك. وارجع اللي سويته اول، شايفين؟ انا ارجعها بحذر يعني عشان ما ينكسر معي. شايفين؟ طبعا راح يقلب على الجهتين عشان الجبنة تذوب. شايفين؟ احط الصحن بالشكل هذا، شايفين؟ تكون هذه كذا فطيرة بطاطس سهلة. اتركها تبرد شوي واقطعها معاكم، شايفين؟ فطيرة سهلة وكلها على النار. حط عليها شطة. وبالعافية.